قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا فرارا منه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها النبي أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. كان العباس رضي الله عنه يقول: اللهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا من ذنب، ولا يكشف إلا بتوبة. وأخرج ابن ماجه في سننه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الحقيقة، أول حقيقة، أن الإنسان مع تقدمه التكنولوجي سيظل ضعيفا، ومع تقدمه في شتى المجالات سيظل كائنا في منتهى الضعف. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وباء كورونا الذي ضرب الأرض من شمالها وجنوبها، شرقها وغربها، آية واحدة من الآيات الربانية العظيمة التي يدلل بها سبحانه على قدرته وقوته، ويكشف بها عجز البشر وجهلهم وضعفهم. الحقيقة أن الإنسان المعاصر الذي اخترع الاتصالات وقرب المسافات وصنع الآلات واغتر بالحضارة الحديثة، ليأتي كائن لا يرى بالعين المجردة ليضعه في حيرة من أمره، كل هذا رغم ضخامته لا يساوي شيئا أمام قدرة الله تعالى وعلمه. الحقيقة، لقد ظن بعض الناس أن الحضارة المعاصرة تقدر على كل شيء ولا يردها شيء عما تريد. إن الله وحده قادر على أن يزيل هذا البلاء. ومن باب الغرور المعرفي، زعم بعض المنحرفين أن هذا الفيروس صنع في مختبرات في أمريكا، وأنه لضرب الاقتصاد الصيني. حتى في أوقات الشدة والأزمات يستنكف الإنسان البشري أن يعترف بجهله وضعفه، وأن هذا البلاء بسبب الغرور المعرفي. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي حديث قصة موسى مع الخضر عليهما السلام: وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة، ثم نكر في البحر، فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. الحقيقة أن فيروس كورونا لا يرى ولا يفرق بين شريف أو وضيع، ولا غني ولا فقير. فيروس صغير هزم 7 مليارات من البشر بدولهم وتقدمهم وحضارتهم، ليغرس فينا اليقين بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الإنسان مهما بلغ فهو ضعيف وجاهل. ليغرس فينا اليقين بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الإنسان مهما بلغ فهو ضعيف وجاهل وفقير، وأن الإنسان لن يكشف ضره إلا ربه عز وجل. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يجب على أهل الجحود والاستكبار أن يراجعوا أنفسهم ويتوبوا إلى رشدهم، ويجب على قساة القلوب أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وعلى البشر كلهم أن يعلموا أنهم عبيد مخلوقون ضعفاء مربوبون لا يملكون من أمرهم شيئا إلا بإذن الله تعالى.